كنعتذروا مشاهدي قناه شوف تي في على انقطاع البث لان كان المشكل ديال الصوت. شكرا للتعاون ديالكم، كنتو كتكتبوا لي في التعليق بان الصوت ما كاينش اللي خلاني انني نقطع هذاك المباشر، لان ضروري نبغيو الصوت والصوره يكونوا واضحين باش متتبعي قناه شوف تي في يتبعوا معنا. خوتي شفتوا معنا المراحل اللي تبعنا مع مواطن تيبلغ في العمر ديالو 52 سنه، هو موظف يعني بالعماله. خليوكم معنا مشاهدينا، من بعد ما دار التلقيح غادي نسولوه على المراحل اللي مر بها وباش كيحس. خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في، ناخذوا من عنده الكلمه. تفضل استاذ، مرحبا بك وشكرا لك. شكرا. بالنسبه للمراحل ملي وصلت النوبه ديالي على حسب الترتيب اللي داير الاخوان هنا واللجنه المنظمه، يعني دخلت عند الممرضه سولتني مجموعه من الاسئله، يعني دخلت واحد لابليكاسيون وتاكدت من مجموعه من المعلومات، ومن بعد سولاتني واش كنعاني من شي امراض، واش عندي شي حساسيه من شي مرض، واش عندي شي حاجه يعني شي حساسيه ديال شي مرض او بعض الادويه. الحمد لله قلت لها انا ما عندي حتى شي حساسيه، ودزت عند واحد الممرض واحد اخر ودار لي الجرعه ديال التلقيح في الكتف ديالي، كانت بسيطه جدا لواحد الدرجه انني ما حسيتش بها. ومن بعد يعني خرجت مشيت للقاعة ديال الانتظار، ريحت فيها واحد 15 دقيقة ديال الراحة، ومن بعدها يعني الحمد لله ما كاين حتى شي حاجة، كنحس براسي مرتاح يعني والحمد لله. كنتقدم الشكر الجزيل لسيدنا ولجميع الناس اللي سهلوا دخول هذا اللقاح للمغرب، وكنتقدم الشكر الجزيل للسيد العام الإقليم خريبكة والأطقم الطبية بالإقليم والناس ديال السلطة المحلية. والحمد لله يعني الامور انا كتب لي غتمشي مزيان الحمد لله، وهذه غتكون بادره خير ان شاء الله على بلادنا وعلى المغرب كامل ان شاء الله، باش اننا نحيدوا من الجائحه ان شاء الله وترجع الامور. نعم. انتم من الناس اللي في الصفوف الاماميه. نعم، الناس ديال الاداره الترابيه والناس ديال السلطه، يعني كنا ديما في الصفوف الاماميه، كنا ديما خدامين مام في الكونفينمون، حنا ما جلسناش، ديما كنستقبلوا المواطنين بحكم العمل ديالنا، يعني عمل اللي كنستقبلوا فيه الاوراق والمواطنين، والحمد لله كنا كنديروا التدابير يعني الاحترازيه نعم والحمد لله، لان كنا في امس الحاجه، احنا الموظفين والناس السلطه والناس في الصفوف الاماميه في امس الحاجه للقاح، والحمد لله يعني ملي اللقاح ولا متوفر ومجاني، وهذا شيء يعني جميل وتنفتخروا به هنا في المغرب ان اللقاح مجاني، والشكر يعني الجزيل سيدنا والناس اللي سهروا على توفير هذا اللقاح، يعني هذا شيء جميل، وان شاء الله نتمنى من المغاربه كاملين باش انهم يقبلوا على المراكز ديال التلقيح، وكل انسان يحترم الرونديفو ديالو ويدير التلقيح ديالو، لان هذا هو المخرج ديالنا وهذا هو الوسيله من اننا نرجعوا للحياه الطبيعيه ونواصلوا يعني المجهودات ديال التنميه في هذا البلد العزيز. وشكرا للاخت ناديه. شكرا لك انت، لان انت اللي مريتي دابا بهذه التجربه ودرتي اللقاح، نصحتينا عطيتينا يعني المراحل اللي مريتي منها، الاحساس ديالك وانت كدير هذاك التلقيح، خرجتي بقيتي في لاصال كما قلتي داتونت كتسنى 15 دقيقه ياك ما تكون شي اعراض ولا ما حسيتي لا بدوخه لا حتى بشي حاجه، يعني عادي. فعلا الصفوف الاماميه كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يحميكم من كل اذى ومن كل شر، وكل المغاربه فين ما كنتوا خوتي. شكرا لك سيدي، اسمح لينا اخذنا من الوقت ديالك، بارك الله فيك، شكرا لك. اذا لاحظتوا معنا قبيله خوتي كان هنايا عامر بالناس المواطنين اللي كانوا التحقوا بالمركز الصحي هنا بحي ياسمينة من اجل انهم يديروا التلقيح. فإلى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من مدينه خريبكة بالضبط من المركز الصحي بياسمينة. ما نساوش اننا نوجه الشكر لكل الناس اللي مجندين باش انهم ينجحوا هذه العمليه. شفتوا خوتي اي واحد دار التلقيح ما يمكنش يخرج على الفور، يعني كاين حضور السلطه المحليه سيد القائد واعوان السلطه اللي واقفين على هذه العمليه هذه باش ان شاء الله كل شيء ينجح. اللي خرج ما يخرج، اللي سلى التلقيح ما تيخرجش حتى كيدخلوه لهذه القاعه حتى يرتاح. السيده اللي امامنا مشاهدينا هذه فم دميناج اللي من 7:30 ديال الصباح انا جيت لهنا لهذا المركز ولقيتها
من الناس الاولين هي وهذا السيد هذا اللي هو حارس امن خاص اللي هما كانوا السباقين للمركز باش يوجدوا ويحضروا هذا الفضاء للمواطنين. يعني الكل كان مجند في خدمه المواطنين، تحيه لكل واحد واقف ومجند هنا يا اخوتي حاضرين المواطنين اللي داروا التلقيح، يعني كيدخلوا لهاد لاصال اللي كتواجد فيها يعني ممرضه، تيبقاو معاها واحد المده ديال على ما يرتاحوا. تبغي تعطينا شي كلمه سيدي، باش حسيتي من بعد ما درتي اللقاح؟ عادي، الامور عاديه، الانسان ما تيحس لا بالام لا حتى شي حاجه. ملي تيدير الانسان الجلبه ديالو تيرتاح واحد الخمسه دقائق ولا 10 دقائق باش يشوف ربما التفاعل ديال هذاك اللقاح مع الذات ديالو داكشي. الحمد لله الامور دازت ساهله بكل يسر، بكل الاطر كلهم كانوا في المستوى والامور زعما مزيانه الحمد لله. قبل ما يديروا لك التلقيح يعني كانت كتطرح عليك بعض الاسئله من عند الممرضه؟ تيسولوك على ربما واش تدير شي تريتمون على شي مرض، واش عندك السكر، عندك القلب، عندك الحساسيه، واش فايت درت لك اللقاح ضد الانفلونزا، واحد المجموعه ديال الاسئله. لا ما يمكنش، ضروري الانسان اذا كان ربما هذا اللقاح يقدر ياثر الانسان اذا كان عنده شي مرض ولا تيستعمل شي دواء اللي يكون عنده شي تاثير ولا شي حاجه، هذا هو اللي كاين. ياخذوا جميع المعلومات بما فيها الاسم الكامل سيان، ويخليوا رقم الهاتف ديالك في حاله اذا كان شي حاجه ربما يتصلوا بك، ولا بالنسبه للجلبه الثانيه ممكن يتوصل بالميساج باش دير اللقاح اللقاح الثاني من بعد 21 يوم. شكرا 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 لكل متابعي قناه شوف تي في. بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم. اذا فعلا ملي اللقاح تيديروا ملك البلاد الله ينصرو، ما بقات هضره، الكل يجي يدير اللقاح وان شاء الله نتمنوا خير. ان شاء الله تكون هذه بدايه نهايه كورونا هذا الفيروس القاتل المجهول اللي حصد الارواح ديال الاهل ديالنا وديال خوتنا المسلمين، اللي اثر على اقتصاد البلاد، اللي اثر وشتت اسر بسبب الناس اللي تفصلوا من العمل ديالهم واللي توقفوا من العمل ديالهم. اذا كنتمنوا وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك اللي بدا فيه التلقيح للمواطنين، يا رب ترفع علينا هذا الوباء وتكون ان شاء الله يكون هذا التلقيح سبب خير ويكون ان شاء الله بدايه نهايه كورونا. تحيه لكم وتحيه لكل الاطقم الطبيه، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.